مراحبا الحبايب، اليوم 20/3. شو يعني؟ قبل 20 سنة مثل هذا اليوم تم الغزو الإمبريالي الصهيوني للعراق. بدأ بس تم. شوف أخوة، الحكي اللي بدي أحكيكو إياه هلا بما ينطوي عليه من وجهات نظر وآراء وتحليل وقناعات إلخ 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 يعني جاي من 4 كتب على الأقل. هذا الكتاب الأول اللي هو صدام حسين من الزنزانة الأمريكية، هذا ما حدث. طبعا المؤلف خليل دليمي، يعني كان رحم خليل دليمي اللي هو المحامي لا رحمة صدام حسين، كان رحمة صدام حسين يحكي له وهذاك كان يسجل له. الكتاب هذا لمحمد حسنين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر. وهذا الكتاب اللي عنوانه العراق من حرب إلى حرب، صدام مرة من هنا. هذا غسان شربل رئيس تحرير جريدة الحياة، قابل 4 شخصيات عراقية، 3 منهم اشتغلوا مع رحمة صدام حسين وبعدين عارضوه، وواحد ما اشتغل مع رحمة صدام حسين. مين هم الثلاثة؟ حازم جواد، طبعا العراقيين يقولوا عن جواد جواد، فهذا بالعراقي اسمه حازم جواد، صلاح عمر العلي ونزار الخزرجي. هذول الثلاث اشتغلوا تعاملوا احتكوا مع رحمة صدام حسين بعدين عارضوه. والرابع اللي هو أحمد الجلبي، أحمد الجلبي ما لا اختلط ولا تعامل ولا احتك مع رحمة صدام حسين. فغسان شربل قابل هذول الأربعة مقابلات صحفية يعني، وبعدين جمع المقابلات كلها بهذا الكتاب اللي أنا فرجيتكم إياه. في الكتاب الرابع هذا مش عن العراق، بس أحد فصوله لها علاقة بالعراق، أو أكثر من فصل له علاقة بالعراق. المرتزقة قادمون، بلاك ووتر، كبرى شركات تصدير فرق الموت. مؤلف جيرمي سكيل، ترجمة الدكتورة فاطمة نصر وحسام إبراهيم. هذا الكتاب خطير شوي. شوف أخوان، كمدخل سريع للحديث عن الغزو الإمبريالي الصهيوني للعراق، بدي أرجع بيكو لسنة 2002 كانون الأول تحديدا. كنت قاعد بالشقة اللي مستأجرها في مناوي باشا في البصرة، فاتح على التلفزيون لأجل الصدفة طلع لي رحمة طارق عزيز في مقابلة تلفزيونية، إذا ما خانتني ذاكرتي، أنا مش متأكد بالضبط، بس إذا ما خانتني ذاكرتي كانت المقابلة مع قناة الجزيرة. خليني أشرب لي شبة شاي بالأول. يا سلام ولا بالأحلام. رحمة طارق عزيز في هذه المقابلة بغض النظر مع مين، قال أمريكا قادمة لتغيير المنطقة وليس لتغيير النظام في العراق وحسب. هاي أنا سامح بإذني وشايفه بعيني، رحمة طارق عزيز وحتى وقتها كان ماسك السيجار الكوبي. حرفيا هيك حكى. طبعا أنت لما تصفن بالأحداث اللي قاعدة بتصير حاليا في سوريا، في اليمن، في السودان، في ليبيا، حتى في تونس، هذه ما صارت هيك عبثا، ولا إنها صدفة إنه بعد ما تدمر العراق، لا يا إخوان. خلينا نيجي نرجع لورا شوي أكثر. لما رحمة صدام حسين دخل احتل الكويت، والإمبريالية الصهيونية فرضت الحصار الشامل عليه برا وجوا وبحرا، وممنوع تصدر وممنوع تستورد، ولعانوا سنسفيلوا للعراق ودمروا، بلشوا ودمروا أسلحة الكيماوية والبيولوجية، أسلحة الدمار الشامل. بعد ما صارت هاي الأشياء بلشت أمريكا تبلش بليبيا على تفجيرات لوكيربي، وقبل ما تبلش تبلش بليبيا بلشت ما يسمى بعملية السلام مدريد، مؤتمر مدريد. وأصلا الانتفاضة الأولى سنة 1987 اللي اندلعت سنة 1987 متى انتهت؟ مع أول غارة جوية على العراق بالمعنى.
تعبير مجازي يعني، مقصد شنو يعني؟ حرفيا حرفيا بلشت الغارة وقفت الانتفاضة، بس قصد يعني الصومال أمريكا ما قدرت أو يعني ما تحركت بالصومال إلا بعد ما تعزز سبيله للعراق، بعد ما طلعوه من الكويت. أمريكا قادمة لتغيير المنطقة وليس لتغيير النظام في العراق، وحسب هذا تصريح طارق عزيز، هذه رؤية طارق عزيز. الأحداث اللي صارت من 2003 وورا ووصلت الذروة في الربيع فيما يسمى بالربيع العربي سنة 2011، وجر نهاية اليوم سوريا بطحنها الحرب الأهلية وليبيا بين مد وجزر تونس كل يوم الثاني سولافة، هذا كله إثبات على صحة رؤية طارق عزيز. في هذا الكتاب، هذا الكتاب شو بقول المؤلف؟ بقول لما بوش الابن استلم السلطة في الولايات المتحدة، البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تعبت بناس مؤدلجة بأجندة المحافظين الجدد. هاي الناس كان لها هدفين، شو الهدف الأول؟ تغيير النظم في بعض البلاد الاستراتيجية بهالمعنى، صفحة 20 و21 من هذا الكتاب، مش بديش أضيع الوقت وأقرأ لكم. إيش المقصود البلاد الاستراتيجية؟ البلاد الاستراتيجية مثلا ممكن يكون فيها نفط، ومحمد حسنين هيك المقصر شو يحكي عن دور النفط في حرب الخليج 91. غير النفط شو فيها خيرات؟ حكينا قبل كم من فيديو انه لما فلان امبراطور، فلان قائد، فلان شخصية بده يحتل دولة، شو بكون هدفه الاول والاخير؟ انه يستفيد من خيراتها. وضربنا مثال في هذاك الفيديو عن كدر لعمر، لعمر اللي هو ملك عيلام، اللي هي منطقة كانت جنوبية العراق ما بين النهرين، اجى احتل منطقة شرقية الأردن مشان يدفعهم الجزية، وهذا الحكي قبل 3800 سنة قبل الميلاد. الجزية بين قوسين الخيرات، بين قوسين كلمة البلاد الاستراتيجية. أول عامل كان له دور رئيسي في انه الصهيونية تلعب او تضغط بشدة على الولايات المتحدة انها تحتل العراق او تغزو العراق، شو هو؟ هلا احنا خلصنا من موضوع الايديولوجيا او ايديولوجيا المحافظين الجدد، هلا بدنا نيجي على الايديولوجيا الصهيونية. هذولاك لهم أهدافهم توافقت بطريقة ما أو أخرى مع أهداف الصهيونية. شو العامل الرئيسي اللي خلى الصهيونية تضغط بشدة على الولايات المتحدة إنك تحتل العراق وتخلع صدام عن الكرسي؟ أخطاء رحمة صدام. يعني شوف شو هي أخطاء رحمة صدام. الخطأ الأول لما قبل ما يحتل الكويت، قبل ما يدخل الكويت، وهذا الفيديو موجود في اليوتيوب تقدروا تلاقوه، قال إذا إسرائيل تضرب الحبايب ترانا نحرق نصها بالكيماوي. قامت الدنيا وما قعدت وما تعلم. طبعا جروا على الكويت، نزلوا سعر البرميل وخلوا واحد كويتي يقول راح نخلي المجيدات العراقيات. أسباب الغلطة الكبرى لرحمة صدام حسين في احتلال أو دخول الكويت أنا ذكرتها كلها في مقال عنوانه أسباب الغلطة الكبرى، موجود في موقع عمون الإلكتروني. رحمة صدام حسين، أنا ليش بقول غلطة؟ رحمة صدام حسين في هذا الكتاب بيقول لمحامي بطريقة غير مباشرة أو لا، يعني حرفيا قال له كان بإمكاننا نحل مشكلة الكويت أو موضوع الكويت بطريقة ثانية، يعني هو بيعترف بطريقة غير مباشرة إنه أخطأ. وأصلا رحمة صدام حسين
لما التقى مع حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري في إحدى زياراته لبغداد، وهذه موجودة اكتب أنت حمد بن جاسم ولقاء صدام حسين الصندوق الأسود بيطلع لك. هو نفسه حمد بن جاسم وزير الخارجية قطري هذا الطويل المارد بيروي هاي القصة، بيقول راح من صدام حسين قايل لحمد بن جاسم، قايل له أنا الكويتي بما معناه، أنا الكويتيين شو ما يحكوا عني أنا قابل. الزلمة بيحكي لك بهالطريقة، عايش أنت شو توصل عندك قناعة؟ الزلمة بيعترف بطريقة غير مباشرة إنه أخطأ، وخلي الكويتيين يحكوا اللي بدهم إياه، أنا غلطت مش هيك؟ ورحمة صدام حسين، خليني أكمل لكم يعني هاي شوي. فبقول لحمد بن جاسم يعني الكويتيين شو ما يحكوا أنا ما عندي مشكلة، أنا غزيتهم، أنا لعنت سنسبيلهم، ما عندي مشكلة شو ما يحكوا، أنتوا شو دخلكم؟ أنتوا يا القطريين، أنتوا يا الخليج. قال له حمد بن جاسم، قال لك شلون يا سيادة الرئيس؟ هاي ما ترى مش يعني حرفيا مثل ما بعرف ما ترى يعني ما بتزبط، أنا ما بتزبط. هاي ما ترى يعني ما ترى هاي شلون؟ شلون؟ أنت غزيت جاري معناته أنت يمكن تغزيني. كلامه منطقي حمد بن جاسم، وحق مشروع له إنه يخاف على بلده. عادي، ما عندي أي تحفظ ولا أي اعتراض على وجهة نظر حمد بن جاسم، بس القصد إنه رحمة صدام حسين اعترف بطريقة غير مباشرة إنه هو أخطأ باحتلال أو دخول الكويت. فرحمة صدام حسين ما تعلم من الدرس الأول لما قال إذا إسرائيل تضرب الحبايب، ما فهم انه كل اللي صار له بعد ما دخل احتل الكويت كله هذا كرد فعل على التصريح اللي صرح فيه. راح غلط غلطة ثانية، بس قبل ما اقولكم شو الغلطة الثانية، في هذا الكتاب نزار الخزرجي، شايفين من اليمين للشمال ثالث واحد نزار الخزرجي اللي هو كان رئيس اركان الجيش العراقي او قائد الجيش العراقي بهالمعنى، يعني لما راح من صدام حسين دخل احتل الكويت هو كان اخر من يعلم. تخيل يعني راح من صدام حسين طب الكويت قولت العراقيين، ثاني يوم اجى تليفون نزار الخزرجي، كان اظن واحد اسمه عبد الجبار الشنيش اللي هو وزير الدفاع العراقي على ما اعتقد، يعني دق عليه تليفون قال لي تعال احنا نريدك. اجى نزار الخزرجي على عبد الجبار الشنيش اللي هو ما معاه خبر شيء. بيقولوا عبد الجبار حسين احنا قتلنا مش عبد الجبار، لا رحمة صدام حسين نفسه قابل نزار الخزرجي وكم من واحد، يعني قال انا اني طبيت الكويت. نزار الخزرجي في هذا الكتاب في لقائه مع غسان شربل لما بيساله غسان شربل بيقول له شو تعليقك مثلا على الحكي اللي حكاه رحمة صدام حسين قبل ما يحتل الكويت او يدخل الكويت لما قال اذا اسرائيل تضرب الحبايب، قال له نزار الخزرجي بما معناه طبعا هاي القش اللي قسم الضارب بعير ما بدهاش روح على القاضي. هذا الخطأ الأول اللي أخطأه رحمة صدام حسين. الخطأ الثاني في سنة 2000-2001 طلع رحمة صدام حسين باجتماع مش قادر أتذكر، ومجلس الثورة والحكومة واجتماع ومع ربعه شلته على الطاولة ولابس الشبقة السوداء طاقية سودا زي طواقي الكاوبوي والسيجار الكوبي بثمه، قاعد يخبط على الطاولة واليهود أهل فلس، ودور على هذا الفيديو يمكن تلاقيه. طبعا هاي اللقطات اللي أنا بحكي فيها أنا شايفها بعيني وسامحها بإذني. شو قال رحمة صدام حسين؟ هذا 2000-2001 لما بلشت الانتفاضة القدس أيام يهود باراك يا رحمة ياسر عرفات. شو قال رحمة صدام حسين؟ قال خلي ينطون العراقيين مثل قاع يعني قطعة أرض ويشوفوا العراقيين شلون يحررون فلسطين بأيام. ده يتعلم رحمة صدام حسين يعني هاي مش القش اللي قسم الظهر بعير، هاي اللي أصلا ما خلت العدو الصهيوني ينام ولا ثانية، هيك انجنوا سرطعوا اخترعوا على قولة العراقيين وحركوا أمريكا المحافظين الجدد. التوقيت اللي وصلوا فيه مع وجود بوش الابن
مع تصريحات رحمة صدام حسين وأخطائه، مع ضعف العراق بعد حصار 13 سنة، تمام؟ مع 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 هذه كلها لعبت دورها بأنه أمريكا تحط براسها، طبعا الصهيونية لها الدور الرئيسي هنا، أمريكا تحط براسها أنها تغير النظام في العراق. هو كان مأمن من النفط، ورغم ده عشان هيك رحمة صدام حسين كان فاهم، كان فاهم إن المرة هاي إذا جايين جايين خلاص بدهم يخلعوه على الكرسي. لما قابل صحفي الأمريكي ناسي اسمه، رادر، ما رادر إشي زي هيك، شو قال له؟ بما معناه يعني بطريقة مباشرة، وبما معناه إنه إذا بتكون بترول تعالوا ما عندي مشكلة. سلم للأمر الواقع رحمة صدام حسين، عرف إنه خلاص. وقبليها رحمة طارق عزيز كان عارف إنه خلاص أمريكا جاية بدها تخلع رحمة صدام حسين على الكرسي بأي طريقة من الطرق. بس عشان إحنا تكون نظرتنا شمولية وأوسع شوي، بدي أحكي لكم كم من معلومة على السريع. في واحد من السي آي إيه اسمه بوبي بير، وهاي بحكيها أحمد الجلبي، أحمد الجلبي اللي شايفين اللي أنا حاط إصبعي عليه، هو هذا أحمد الجلبي. بحكي هاي المعلومة اللي بدي أقول لكم إياها، بحكيها أحمد الجلبي في هذا الكتاب. بيقول بسنة 1994 في واحد من السي اي اي اسمه بوبي بيير التقى بجلال الطلباني ومسعود مسعود البرزاني، هذول زعماء الاحزاب الكرديه، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، والحزب الوطني الكردستاني اظن جلال الطلباني. بوبي بيير التقى فيهم سنة 1994 وقال لهم امريكا قررت اسقاط نظام صدام حسين، خلاص قررت هاي سنه 1994. لكن شو اللي خلى، شو اللي اخر؟ اول شيء بيل كلينتون ما كان بده. وعلى فكره، على سيره بيل كلينتون، احمد الجلبي في هذا الكتاب، في هذا الكتاب بيقول، بيدعي احمد الجلبي بيقول انه انا يعني هو كان لي دور كبير باني انا اقنعت بيل كلينتون بانه يسقط صدام حسين. طبعا بتفاخر طبعا هذا الاشي عقبه، يعني انا بحط حالي محل احمد الجلبي، وشو يعني كل واحد يحط حاله محل الثاني. هو بيقول احمد الجلبي وانا واني اني اني كان لي دور كبير ايضا في اصدار قانون تحرير العراق. احمد الجلبي تحديدا في صفحه 365 من هذا الكتاب بيقول لغسان شربل، انا بلشت اشتغل عشان أسقط نظام البعث من سنة 1969. وقال أنا بعد ما أخذت شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو في أمريكا، بعديها بأسبوع رحت على طهران ورافقني سعد صالح جبر وعبد الرزاق النايف وعبد الغني الراوي ومهدي الحكيم، رحنا على طهران وبلشنا من هذاك الوقت من سنة 1969 نشتغل على إسقاط نظام البعث. طبعا هذا أحمد الجلبي عقد على ثورة 58، وبقول لا أنا مش حاقد، لا هو حاقد واضح، يعني كان مستفيد، جده كان وزير وأبوه كان وزير أيام الحكم الملك العراقي. لاحظ العراقيين نفسهم، الشعب العربي العراقي الشقيق، مش كلهم بس نسبة لا بأس بها منهم، كان لهم دور أيضا. وأنا في شغلة بصراحة هيك على الهامش بدي أحكيها عن العراقيين. أنا لما كنت في البصرة بعد سقوط بغداد، بغداد سقطت في 9 نيسان 2003، بعدها يعني أنا كنت في العراق بدي أكمل آخر شهرين ثلاثة يعني وأجيب الشهادة الجامعية. كنت ماشي في شارع 14 تموز، بهذاك الوقت كان اسمه شارع 14 تموز، شفت مظاهرة بعيني هاي، شفتها وسمعت بإذني هاي. العراقيين شو بيقولوا؟ إحنا ما نريد لا صدام ولا أمريكا. أنا صفنت جيل على أطلس، لا صدام بدكو إياه ولا أمريكا بدكو إياه، مين بدكو؟ العراقي بده يحكم نفسه بنفسه، ولكن مع الرأفة، بده يحكم نفسه بنفسه بديمقراطية بحرية، ما بده واحد ديكتاتور مستبد زي رحمة صدام حسين. هاي
لما قال العراقيين احنا ما نريد لا صدام ولا امريكا، ذكرتني بمقوله كان يحكوا لي اياها العراقيين على لسان الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه كما يقول السنه، وعليه السلام كما يقول الشيعه، عشان ارض الطرفين. شو هي المقوله؟ شوفوا، بيقولوا سالوا الامام علي بن ابي طالب ذات يوم: ما رايك باهل الشام؟ قال لهم رجل واحد منهم: لا أبادله بعشرة، أنا عندي واحد شامي بسوى 10 زلم. يعني شامي. فسألوه: ما رأيك بأهل مصر؟ قال: هؤلاء قوم على كل صائحة يصيحون، بتغني أم كلثوم بغنوا معها، بيطلع مين يرتل القرآن بيرتلوا معه، عبد الباسط بيطلع يرتل القرآن بيرتلوا معه، بيجي جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد بأي قوة، بزقفوا له، بيجي أنور السادات بيقول بدنا نوقع سلام مع العدو الصهيوني، بزقفوا له، على كل صائحة يصيحون. ثم سألوه: ما رأيك بأهل العراق؟ قال: عجبت لأمر هؤلاء القوم، فإنهم لا يرضون لا بالحق ولا بالباطل. يعني وهذا شفتوا مثال حي في المضارعة اللي أنا حكيت لكم عنها. إخوان، الغزو الإمبريالي الصهيوني للعراق كان المفتاح الرئيسي لأمريكا، المفتاح الرئيسي لأمريكا إنها تفتح فيه باب تغيير المنطقة، زي ما قال مين؟ طارق عزيز. سبق طارق عزيز من كمية شمعون في بداية الثمانينات، وحكينا هذا في فيديو سابق، وأول 10 فيديوهات، يعني من أول 10 فيديوهات هذا الفيديو، كمية شمعون قال تقسيم المنطقة يبدأ بتقسيم العراق، وبكلمات طارق عزيز: تغيير المنطقة يبدأ بتغيير العراق. مش يعني الغزو الإمبريالي الصهيوني للعراق مش هيك من فراغ. في هذا الكتاب شو بقول؟ أحد أجندة المحافظين الجدد إيش هي؟ استخدام القوة العسكرية لإعادة صنع العالم باسم الديمقراطية. أمريكا بدها ترسخ الهيمنة الإمبريالية تبعتها على العالم كله، ولا ليش قاعدين، ولا ليش ورطوا بوتين بأوكرانيا؟ ما بدها حدا يرفع راسه ويقولهم لأ، ما بدها. طولت عليكم، ما بدي أطول أكثر من هيك، بس بدي أعيد الجملة الأخيرة اللي قلت لكم إياها: أمريكا العم سام ما بده ولا مخلوق في الكرة الأرضية يقول لها طاط،